وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من اسره؟ ما يسوى مصر الرسول؟ ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب لو بس ادري؟ شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون؟ اذا اقدس المقدسات ما ينتخونها. مع ذلك يقولون عرب، ما قرينا بالتاريخ انه العربي يتحمل مثل هذه المعاني، مثل هذا. خلي يصحوا خير. شو وقت اليهود صاروا شجعان بالتاريخ؟ كل عبرهم أهل زوايا مظلمة، أهل فلس. يعني أبو بريص أحسن منه. ينبغي أن يوضح حد للصهيونية.